مشاهدين برحب بكم معنا في ثاني حلقات برنامجنا الهوية الضائعة أهلا وسهلا فيكم بنحب نرحب معنا بالأخ علي بزي اللي هو معد البرنامج أهلا وسهلا فيك أخي علي أهلا وسهلا فيك إخت مريم أنا كتير مبسوط. مبسوطين <applause> تكون معنا بالبرنامج اللي هو برنامجك السام <applause> شعور برنامجنا كنا إن شاء <applause> الله أهلا وسهلا مبسوط كثير بهالبرنامج وهيك متأمل كمان يكون فيه أفكار كتير نبحثها مع بعضنا أمي. خاصة أنه العنوان الهوية الضائعة يثير التساؤل كتير كثير مش شوي صحيح أنا يعني حسيت عليك كمان أنت حضرتك عامل هيك شوية خضة شوية خضة شوية <applause> خلاص من جوب علي إن شاء الله أكيد يزال. أكيد أمين يا رب أهلا وسهلا فيك أشكرك أنا كمين أم أخ آه علي ممكن تعرفنا شو يعني المقصود من الهوية الضائعة؟ يه. إذا بتذكري معي الحلقة الماضية نعم كنا اشرنا الى هيك بالمقدمه تقريبا نعم انه الهويه شيء بيدل على دلالة على شخصيتي انتمائي صح خلفيتي آه الى الى اي بكون... وطن انتمي yeah. شو الاسم اللي صح الـ الـ لا يعني انه ما يكونش عندي هويه معناتها انا شخص مجرد لا ربنا حتى بجنه عدن لما خلق ادم وحواء نعم شو اللي عمله ربنا لما أعطى الوكاله والسلطان لادم فاستدعى كل الحيوانات صح شو اعطاهم؟ اعطاه اسماء ايه انه ادم يعطيهم اسم اسم يدل يه. على الهويه صح احنا عنا مثلاً اذا نحن عندنا مثلا بلبنان اذا بتقولي لي اسم العائله ممكن انا استنتج من وين من انت وين او الشخص. من اي منطقه بالضبط من صح. وين جاي الشخص هيدا؟ صح من اي بقعه جغرافيه مزبوط فالهويه المسيحيه ايضا لنا هويه ربنا له كل المجد كان مم. على الصليب قال انه قد اكمل وتصعد للسماء وجلس عن يمين العظمه مم. وحل الروح القدس في يوم الخمسين في اعمال الرسل صح اثنين فاصبح عنا علاقه مع الله صح هذه العلاقه سماها الكتاب المصالحه هل المصالحه اصبحت انا تصالحت مع الله لكن تصالحت مع الله لا يعني اني انا اعيش بالانفصال عن افكاره وميوله وخصائصه وحبه الى اخره لا. فانا لازم يكون عندي انتساب انتماء لهذا الاله شو الطريقه وشو الاسلوب ما هي الوسائل اللي شو اللي هذا... بتقصد انه انتماء م. او يعني اذا بتتذكري معي باعمال الرسل لما لا. حل الروح القدس في يوم الخمسين <applause> ورسول بطرس قام وعظ هيك وعظة حلوة كتير طلع منها 3000 نفس صح. المسيح. صح. بعدها حصل اضطهاد على الكنيسة قتل يعقوب وبعدين تشتت الكنيسة مه. والذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة عم صار ب... عندن رسالة هذه الرسالة تحمل هوية يعني مثلا شو الكتاب هذا شو اسمه الكتاب, الكتاب في عنوان مقدس. ما في عنوان آه أصدق لو أنا عملته هيك حيكون الكتاب المقدس فأنت قرأت العنوان فعرفت أنه هذا الكتاب مقدس، فهدا. فهويته هذا الكتاب, الكتاب المقدس. المقدس صح؟ صح فالتلاميذ لما تشتتوا وجالوا مبشرين بالكلمة، شو اللي حصل معهم؟ حملوا رسالة رسالتهم أنه شخص مات قام وصعد وجلس عن يمين العظمي فابتدا الكتاب يشير إلى التلاميذ ودعي التلاميذ في أنطاقية. مسيحيين. مسيحيين صح ليه سماهم مسيحيين؟ ذكروا الحلقه هويتهم. الماضيه؟ نحن yeah, احنا قلنا انه هويتهم انه ما قالوش يسوعيين مسيحيين. صح مع انه بلبنان عندنا منظمه دينيه اسمها اليسوعيين yes, yeah. سماهم مسيحيين مسيحيين ارتبطوا بشخص المسيح المسيح نعم فاصبحت انا مسيحي mm -hmm. بناء على ارتباطي بهذا الشخص صح ارتباطي إلتزامي بهذا الشخص اللي عمل معي معروف الكتاب شرح كيف ينبغي ان ننتمي الى هذه الهويه بتحبي اقرا لك اياها الايه طبعا اكيد حتى حتى, حتى يكون مصدرنا الكتاب المقدس والمشاهد يكون معنا أكيد طبعاً أكيد اللي احنا عم نحكي اكيد بكرونس انا حافظها الايه بس انا حاب اقراها يا yeah. تفضل بكرونس الثاني اصحاح تعبير من اقوى التعبيرات اللي انا يعني بحبها كثير كونستين اصحاح خمسه انا لا فتح الاول ليش هيك اوكي هلا اصحاح خمسه طلع هون شو لما بيحكي عن محبه الله تحصرنا اذ نحن نحسب هذا نعم اذ نحن نحسب, نحسب, نحسب هذا. هذا. يعني عمليه بسميها بالانجليزي كالكوليشن حساب. حساب. فيها حسابات يه. إن إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا أمين. يعني مجموعة محكوم عليها بالموت أمين. خلص دينوني أبدية إجا شخص قال يا أنا مستعد موت لأجلهم بحسب الحسابات إنه هول ميتين أمين. خلص أنت محكوم عليك أنا أنقذتك فأنت صرت ملكي أمين صرت ملكي أمين. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي أجل. مات لأجلهم أجل. وقام أمين. فأصبحت أنا بحمل هوية بعنوان مسيحي أمين. مش بس هيك لأنه هي الهوية أنا أخذتها بناء على شو بناء على شخص مات لأجلي أجل. وقام أمين. وصعد فلأنه مات لأجلي أصبحت أنا ملزم أدبيا أمين. وروحيا أني أنا كرس وعيش لأجله أمين ضياع الهوية بخليني أنا عيش لأجله عيش لأجلي فأصبح أنا شخص عايش على الأرض أناني منتسب باسما إلى المسيح لكن أنا مش لكن عايش أنا مش عايش. مش عايش لأله شو الأسباب هي اللي حنبحثها إن شاء الله أمين. بالحلقات اللي إحنا أمين. طيب أخ علي أم إذا أنا فقدت هذه الهوية أو هويتي أنا إذا فقدتها نعم. هذه حتأثر على خلاصي الأبدي؟ آه سؤال حلو ذكي سؤال حلو ذكي إنه لأنه نحن منظن أحيانا كمسيحيين نعم. إنه مجرد إني أنا ولدت في عائلة أو في أسرة مسيحية, مسيحية, ودعيت انا مسيحي او عمدوني انا وصغير نعم. وشريم وعملوني مسيحي يه. او طيب وات فاذا انا ابن للسماء الاسم لا يمنحني لا يمنحني الجوهر مم. ما انا ممكن يكون انا يعني عندي هويه خارجيه انا لا اقصد بالهويه الطوائف مع احترامي لكل الطوائف يعني نعم لكن اقصد بالهويه هي نظام حياه مم. وتفكير انا اعيشه الرب يسوع المسيح لما اجى على الارض لا. من انجيل متى اصحاح 2 وما فوق ابتدى صح ثلاثة وأربعة ابتدى بعدين تعمد من يوحنا ولا يخدم صح خمسة وستة وسبعة عمل يعني. وعظة اللي على الجبل حكى فيها التطويبات التسعة ومشي بلش يعمل العجيب صح عشرة واحد عشر وصل لصح ستة عشر سأل التلاميذ السؤال من يقول الناس عني أنا, أنا. ابن الإنسان يه. هو سؤال يعني ربنا مش عم بيحاول يستفسر يعني مش يعني انه هو اكيد بيعرف الاجابه إنتي يعني انت وانا مثلا لما نسال ايه عم نسال بسبب معنى معرفة إيه نق... بدنا نعرف المعلومه او بدنا لكن نعرف لكن ربنا لما يسال في الكتاب سؤال وراه دايما في امر ثاني لما ربنا سائل لما يعني شوفي ب بي... 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 اتذكر بمرقص تسعة نعم كانوا التلاميذ قاعدين عم بيفكروا فارى افكار قلوبهم قال فبقول الكتاب عنهم انه فجاءهم فكر مم. يعني قدر الرب عرف الفكر اللي اقتحمهم بلحظة يه. فمش هيعرف الناس شو بيقولوا عنه أكيد طبعا لكن شو الهدف من سؤاله سؤاله له سؤال آخر مرادف من يقول الناس عني أنا ابن الإنسان واحد قال له أنت إرميا واحد إليا واحد تشبه أحد الأنبياء واحد طيب أنتو شو بتقولوا عني يه. شو الهوية اللي, اللي, واصلتك بتاعطوني. عني أنا يه. واحد رد واحد دغري شو قال؟ اللي هو بطرس يعني yeah. <applause> قال له انت المسيح ابن الله الحي امين فربنا انعجب بالفكره mm. فشو قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا ان لحما ودما لم يعلن لك yeah. أو أوه. هون الامر مختلف يعني بدنا نوقف فيها لحظه هدي okay. اوكي yeah. خد راح. ليش؟ نحب <applause> نسمع هل الامر يحتاج الى اعلان؟ طبعا اكيد يعني قال له لحما ودما لم يعلن لك yeah. يعني هيدا الاعلان ان انت تقول المسيح ابن الله الحي yeah. هيدا مش ناوي. من البشر yeah. هيدا يحتاج الى سمي بالانجليزي ريفيليشن yeah. الى اعلان mm -hmm. فانا بلشت افهم ان الحقائق اللي حتوصلني عن الله لاكتسب هويه صحيحه تحتاج الى شو؟ تيجي من فوق تيجي من فوق تحتاج الى اعلان <applause> قال له لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي اللي هو بالسماء هو اعلن لك صح واذا بتروحي معي لافسس اصحاح واحد عدد 17 <applause> كان رسول بولس عم بيصلي لاهل افسس شو عم بيقول؟ انا عم بصلي لاجلكم كذا بعدين لكي يعطيكم ابو ربنا روح الحكمه والاعلان <applause> في معرفته فالأمر يحتاج إلى شو؟ إلى إعلان الله أعلن عن ذاته وعن شخصيته لإلي بيقول لي أنا أبوك بقول له أنا صراحة مش مصدق أنت <applause> طب أنت مش مصدق دي مشكلتي لهذا السبب أنا مش قادر أعيش بمستوى البنوي اللي الله منحني إياها فأنا عم بعيش أقل من المستوى اللي الله دعاني عليه فإذا أنا مش فاهم هويتي صح فهذا المقصود انا بالهويه الضائعه اني انا مش فاهم هويتي الله شو بفكر فيي او انا شو بفكر بربنا هذه المفاهيم اجتاحت المسيحيه باوبئتها فعلا. من ايام قسطنطين سنه 320 325 ميلاديه فنحن توارثنا افكار ترسخت فينا اجيال وراء اجيال فضاعت الصورة الحقيقية عن الله مم. هي الصورة ضاعت عن الله ضاعت معها هويتي أنا مم. طيب أخ علي الهوية تخص المسيحيين فقط؟ <applause> طبعا مش هقول أن المسلم عنده هوية مم. المسلم عنده دين مم. وأحيانا مع الأسف أنه في بعض المسيحيين عندهم دين مم. الدين ليست هي الهوية المسيحية الدين عبارة عن نظام وانظمه وفرائض وضعها الانسان تحت مسميات وتعبيرات روحيه خلقت فيي او ولدت فيي الخوف والرعب يعني اصبح الله بالنسبه لي شخص شو مرعب فعلا افعل اللي بيرضي ما هو التدين التدين عباره عن مشاعر سلبيه بحاول اني انا اعبر عنها بتحقيق اداء معين ومراسيم معينة لكي أرضي هذا الإله صح. لأنه المتدين صورته عن الله الله غضوب مزبوط. مستحيل يعني. يفكر بالله أنه الله محب صح. وهو متدين صح. فأنا أحاول إلغي الهوية ليس أنه أنا ألبس الثوب التدين لكي أرضي ربنا م. يعني مثلا هل محتاج ابنك حضرتك مزوجة عندك yeah. هل محتاج ابنك أو ابني يلبس لباس معين ليدل على انه انا ابوه؟ اكيد طبعا لا شو الدلاله؟ الدي ان إيه العيشه معي صح الطباع، اللغه، التصرفات إلي إلي, الى 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 بتدل على بنويته. طيب انا مش ابني مش معي بالبيت ابني عايش برا ما بعرف شو بياكل شو بيشرب شو بيعمل فتضاعت هويته ما بستمتع بابوه ولا عم يستمتع ببنويته حارجع <applause> لسؤالك هل الهوية لها تأثير على الخلاص الأبدي نعم. بس لا أخ علي سوري صارحة. خليك تتذكر حاضر حتذكر بس نطلع فاصل أحبائي ابقوا معنا فاصل راجعين رجعنا لكم أحبائي المشاهدين كنا عم نحكي مع الاخ علي لا. بالنسبه انه خلاصي حيتاثر بهويتي لما اقول انا خلاصي هل اقصد الخلاص الابدي او الخلاص الخلاص الابدي الخلاص الابدي, خلاص الأبدي. لا خلاص الابدي ليس له يعني دخل بهويتي الهويه هي المفاهيم واللغه اللي بتخليني اتمتع بما لي من جراء الخلاص نعم. يعني هذا الخلاص منحني بركات كثيرة نحن تعودنا كمسيحيين من أيوة <applause> نحن كمسيحيين تعودنا إنه نقول آه خلاص المسيح <applause> على الصليب والمسيح ماتوا صح. هي صراحة الخلاص كلمة كبيرة مظبوط بالإنجليزي مش مجرد salvation <applause> it's atonement يعني كفارة <applause> هذا الخلاص يتضمن نعم المشاهد هلا يكون معنا يفهمنا يه. الفداء هذه البركات اي هذه من ضمن الخلاص يه. يعني خلاص المسيح على الصليب يه. الفداء المصالحه التبني الخلاص امين سكن الروح القدس آه المصالحه كلها هيدي الباكج هذا انا اخذته بعمل مسيح على الصليب امين ففكرتي صار انا بس عن الخلاص انه خلاص من دينونة الخطية مع انه الخلاص هو بداية العلاقة الصحيحة مع الله الخلاص الله. بالنسبة لي عتال شو العتال؟ عتال اللي بيشيل الحملية الحمل, الحمل يا. الخلاص قبولي عمل المسيح الصليب او سميه الفداء نعم. بيوصلني الى العلاقة مع الله كولوسي واحد ايوه نقلنا من سلطان الظلمه إلى ملكوت ابن محبته مه. اللي نقلني من سلطان الظلمة هو عمل المسيح الكفاري لأجلي لما نقلني حطني وين بأجواء الملكوت اسمه ملكوت ابن محبته مه. لكن أنا ما زلت مبرمج على القديم ما زلت بفكر أنا بطريقة الظلمة ما زلت بفكر يعني تصوري معي الابن الضال لما رجع لأبوه أيوة شو بتهتدي نوعيه الحديث اللي عم بتحدثوها مع بعض ممكن انه لما رجع عند ابوه يعني ابوه عاتبه قال له انه ليه رحت وتركتني او مستحيل بتعرفي ليش ليه؟ لمجرد لو الله بده يعاتب ابوه سؤال حلو يعني, يعني انت عم تسالي اللي مفهوم مفهومنا اللي, اللي عايشين فيه يي. كان كل يوم ابوه شو يعمل ينتظره من بعيد من بعيد يي. لما قرب الابن الضال مين اللي ركض؟ الاب ركض سلمت تمك ركض بقول كتاب وقبله باللغه اليوناني واغرقه بالقبلات الحب لا يوجد مكان للعتاب لما الله بحب مش هيعتبني يه. لا اعود اذكر خطاياهم فيما بعد يه. واطرحها في بحر الناس فالله لما انا ارجع له واعطاني خاتم وحذاء والحله الاولى تصوري معي الابن الضال قاعد داد يس يا حبيبي يا دادي انا كنت اكل من الخرنوب الخنازير والخنازير شكلها هيك يا دادي بتعتقدي دا يعني ربنا حيسمح له يكمل الموضوع مو؟ اكيد طبعا لا انت قاعد وقدامك عجل مسمن العجل رمز لمين؟ لرب يسوع ربي المسيح والاب السماوي قاعد تاكل انت من نفس الطعام فانا اعتقد الحوار كله كان حوالين مين؟ حوالين العجل المسمن فهذا هي وجود او الحصول على الهويه اني استطيع ان اتمتع بما يتمتع به الله حلوه هذه حلوه كثير حلوه حلوه هذه يعني انا اتمتع بنفس تمتع الله الاب بابنه لاني اصبح عندي نفس الخصائص والميول إيه. لانه الخلاص شو عمل؟ الخلاص مش بس وصلني الى محطه العلاقه مع الله إيه. بل منحني الله طبيعته صرنا شركاء الطبيعه الالهيه إيه. بحيث انا صرت شريك بهالطبيعه إيه. فاصبح عندي نفس الميول والخصائص اللي عنده اياها ربنا. إيه. يعني أنا ايش هالمحبه الهوي... الالهيه لالنا؟ بالضبط فانا الهويه ليس المقصود فيها انها تؤثر بالخلاص اللي بيعمله الشيطان فينا شو هو مش حيسلب مني خلاصي لكن اللي حيعمله انه يسلب مني الفرح والتمتع بالخلاص صح. الفرح والتمتع بهوي. بيحاول الشيطان يسرق هذه الهوية ليجعل حياتي على الارض قديش حعيش سبعين منين مع الشدة والقوة ثمانون يعني سبعين منين سنة وبعدين بيخليني عايش انا مش فاهم هويتي وين قصدك يعني شوشنا مشوش مش فاهم انا مين قريت قصه مره نعم عن شخص كان يعني ابن 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 غني مم. ابن شخصه ايوه فقال له لابوه انا حابب اطلع سافر برا ايه فقال له ابوه يعني يا ابني خليك معي قال له لا انا حابب اطلع سافر برا فتمرد على ابوه طلع سافر برا مرض الشاب هيدا بعت لابوه يبعث له مبلغ من المال مم. فهو كان من زمان كان يبعثوا المال بالبريد هلا أيوة ممنوع ايوه يا. فهو اخذ الظرف لقاه رقيق كثير فقال لك ابوي كتب لي رساله هلا بده يقول لي رجع أنا رمى الرساله واو وما شاف شو فيها ما شاف شو فيها راحت الايام مرض كتير تازمت صحته دخل مستشفى صار عنده مشكله باللانجز بالرؤيه ايوه فتازمت وصل لحالي خلص رديئه جدا حيموت فهو قال لك أنا حنين أقرأ رسالة أبوي قبل ما أنا شو؟ قبل ما أموت راح بعت لصديقه حتى يجيب له رسالة بعت لقاها مبلغ من المال ضخم جدا واو. كان يكفي لعلاجه ولإستقراره لكنه المشكلة كان هو شو؟ أنه ما فتح ما فتح وقرا ما له من أبوه هذه مشكلتنا نحن كمان كمسيحيين صح. نعاني من مشاكل مم. نعاني من ظروف نفسيه وروحيه وجسديه كل هذه احيانا تكون مرتبطه ب ب يعني كيف لك اخت مريم بوجود الهويه الصحيحه بحياتي مم. على طالما انا بقدر اعرف انه الله الاب السماوي يعني مثلا كنت عم بتكلم مع شخص آه كان عامل خطا صغير بسيط معين شعر بالذنب <applause> فقال لي انا ما ليش عين اتقدم الى ربنا وصلي قلت <applause> <طولي تصفيق> له ليه ليش يا حبيبي قال لي لاني عامل غلط فالشيطان شو عمل قال له انه الله اللي انت بتعبده لما تفعل الخطيه مستحيل انه يأمل. اله قدوس نعم <applause> انه يقبلك انت وهيك نجس فشو عمل بعده عن الله زرع في الفكر قال لي انت شو بتعمل محلي قلت له انا لما اعمل خطيه وبشعر بمدنوية الخطيه بركض لعند الحضن الابوي حتى يساعدني الروح القدس اللي فينا مش لكي يبكتني على خطيه لكي يساهم في انجاح المهمه اللي هو إجا لاجلها حتى يخليني يخليني دائما ملتصق ومقترب الى الله لو انا فهمت الافكار هذه بده تلاقي شو هويتي لما يجي الشيطان يشوش بذهني بأفكاري له لا أنت غلطان مزبوط حتى أنا. علاقتي هيك بتكون بتلاقيها يعني صارت أسهل وأحلى مع الرب طبعاً يعني طبعاً. مش رح أصير أتعامل مع الله على أنه يعني هو الديان اللي واقف هيك بس مستنيني على غلطة يا أخت مريم أنا جاي من خلفية إسلامية مم. نحن كمسلمين كنا صورتنا عن الله دائما انه انا لازم اعمل شيء لأرضي فجيت احيانا كمان لما جيت عند عند المسيحيه وامنت إيه؟ بالمسيح حسيت انه نفس الصوره موجوده فعلا بطريقه مختلفه شوي فعلا, يعني. فعلا. العناوين مختلفه شوي فعلا. لكن صوره الله المرعب فعلا. الله اللي انا بدي اعمل لكي ارضيه والا ربنا زعلان مني ربنا طيب شو هالاله اللي ساعه مبسوط وساعه مكشر؟ ساعه إيه؟ شو هالاله اللي يتاثر بظروف حياتي سواء انا كنت ضعيف او صرت قوي لا انا مش محتاج اله بهالشكل انا محتاج الاله الحقيقي صح. اللي الاب السماوي اللي الحضن مفتوح واللي يراني من خلال المسيح يه. فعلا الله لو انتبه علي السؤال هذا هذا بدي اقوله انا وخلي يا ريت المشاهد يكون معي بهالامر تفضل لو الله يقدر لو الله يقدر ان يرى خطئي فاذا عمل المسيح على الصليب ليس كافي فعلا لانه الله يراني بمين بالمسيح. يراني من خلال المسيح فعلا لا يستطيع الله الا ان يراني من خلال المسيح لهذا السبب هو راضي علي مه. اما ضعفاتي على الارض و... وسقوطي في بعض المشاكل الخطيه الى هذه علاجه ثاني الله ب... بعمل ربنا يسوع المسيح على الصليب وصعوده وجلوسه عن يمين العظمه كرئيس كهنه كشفيع وكوسيط هذه الوظائف الثلاثه اللي بتحسن من ادائي ومعرفه هويتي وعلاقتي مع الله امين اخ علي معنا ثلاث دقائق لننهي البرنامج شو بتحكي للمشاهد وهو اللي عم بيسمع كلامك؟ انا بحب اتوجه للمشاهد انه ما يفهم كلامي سلبي انا ولا انا منتفض يعني مش انا جاي بانتفاضه على المسيحية أنا اللي يحزنني أحيانا أنه عم بلاقي أنه أصبحنا على الأكثر متدينين أكثر ما نحن روحانيين مزبوط الرب له كل المجد بإنجيل مرقس قال تحذروا من خمير الكتبة وال... والأسف والف أسف من 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 خمير الفريسيين والهيرودسيين ليش جابهم اثنين؟ الفريسيين هو التدين والهيرودوسيين اصحاب السياسه فعم بحذرني انتبه من هدول بالذات انتبه تكون انت مسيس وانتبه تكون انت مدين متدين فالله حررني والمشكله لهلا موجوده 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 حتى بمسيحيتنا صح انا مش عم بتكلم كلام من عندي مصبوت. عم بتكلم اللي, اللي فهمته من كلمه الله الله له كل المجد، حب يحررني من هذه القيود. مم. حتى بمرقس السبعه لما إجا لقاهم انه انتم تعملوا طقوس وطقوس وطقوس، طلعوا باللي جوا مش طلعوش باللي برا. مزبوط نقوا باللي جوا مش اللي برا، فلسبب انا بتوجه للمشاهد انك انك دور على هويتك بالانفصال عن التدين. امين. ان شاء الله اكون يعني أمين. وصلت اللي انا حابب اقوله للمشاهد امين يعني. امين اوكي اخ علي ممكن نهاية البرنامج ناخذ كلمه صلاه؟ حاضر حاضر ابونا السماوي نشكرك من اعماق القلب لاجل حبك لنفوسنا رب، نشكرك لانك ارسلت ابنك وحيدك الذي تحبه منذ الازل والى الابد. من رب اعطينا لكي نفهمك، اعطينا لكي ندرك عملك في حياتنا الذي يا ربنا بذلت من تعزه مكتوب عنه يا ربنا لم تعزه علينا بل بذلته من اجلنا اجمعين فكيف لا تهبنا ايضا معه كل شيء من فضلك بارك شخصك بارك كلامك لنفوسنا واعطينا نفهم حقيقه هويتنا لكي نعرف كيف ناتي اليك بداله البنين وندعوك كما قال الكتاب يا ابا الاب نشكرك لاجل هذه الحلقه، ونشكرك لاجل الجلسه، ونشكرك لاجل كل المشاهدين اللي عم يشوفونا، ولك معك بالروح القدس كل اكرام وحمد ومجد الى الابد امين امين امين، شكرا و... كثير كثير لك اخ علي معلومات قيمه جدا الله يبارك حياتك ربي يبارك شكرا اعزائي المشاهدين نشكركم لاجل متابعتكم معنا ورب يكون معكم